علاقتك ايه لغايه النهارده بجمهور الاهلي؟ لا العلاقه ده ابديه. عايز اقول لك على حاجه، جماهير النادي الاهلي دي انت سافرت واحترفت ورجعت كملت هنا في اكتر من فرقه. انا دايما يا استاذ احمد، انا جماهير الكوره دي لازم احنا لازم ليها احترامها، حتى جماهير المنافس. انا ما اقدرش ان انا اتكلم على اي حد من الجماهير، لان الجماهير في الاول وفي الاخر بتشجع فرقتها وعايزه المكسب لناديها، زي جماهير الزمالك، جماهير المصري، جماهير الاتحاد السكندري، ليها كل الاحترام. لكن انا ضد التجاوز او ضد ان حد يتجاوز في حق لعيب. انا ما كناش بنحط دماغنا مع الجماهير، لان احنا في الاول وفي الاخر احنا عارفين الجماهير دي مساند لينا رقم واحد. انا جماهير النادي الاهلي يعني بنحتاجها في اصعب المواقف، كان بتقف جنبينا وبتساندنا. هقول لحضرتك حاجه، واحنا داخلين الاستاد كنا بنبص من الشباك بتاع الاتوبيس، لو لينا العدد قليل كنا بنزعل. احنا عايزين الجماهير دي لان ده مساند لينا. ايه المواقف اللي تفتكرها يعني وانتوا بتلعبوا في ماتشات مهمه؟ يعني في مباراه الهلال السعودي كان في البطوله العربيه، يعني كميه الجماهير اللي موجوده لما دخل فينا الجون، يعني لقيت الجماهير مثلا، ممكن في جماهير تانية في أندية تانية بتزوم على اللعيبة، لا جماهير بتشجعنا وبتحمسنا. لحتى احنا كنا كلامنا مع بعض، يا جماعة مش عايزين نزعل الجماهير ديت، او ما نحاولش نمشيهم زعلانين. الحاجة التانية واحنا قاعدين مع بعض في الاجتماعات، يا جماعة عايزين نفرح الجماهير، عايزين ان الجماهير دي بتخش عشان تفرح. هو في الاول انت بتلعب لنفسك او بتلعب بتحب نفسك، ما انت لو حبيت نفسك هتحب غيرك وهتحب فرقتك وهتحب ناديك، انت بتلعب للنادي الاهلي. فانت بتحب يعني الناس دي جاية تتفرج علينا ومتحملة مشقة كبيرة جدا ان هي قاعدة من الساعة 12 الظهر عشان تتفرج على المباراة، اكيد احنا عايزين نبسطها ونمشيها سعداء بالمكسب. يعني مين كان اقرب ناس ليك في فرقتك؟ كان في كتير يعني حتى بس اكيد في حد بالنسبه لك كان مقرب. كان في كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن، وكان في طبعا الجيل بتاعي كان من اعز اصدقائي طبعا سمير كمونة، من انا بحبه جدا، كان مشير حنفي، ياسر، مش عاوز انسى حد، لان انت في النادي الاهلي ما بتحسش ان انت غريب. انت بتحس ان احنا كلنا اخوات او كلنا عيله واحده، لكن انت بيبقى في حد معين انت بتبقى صاحبه او صديقه. لكن هم كل لعيبه النادي الاهلي كلنا كنا اصحاب وكلنا اخوات، كلنا بنلعب لهدف واحد او لمصلحه واحده، هو النادي الاهلي او حب النادي الاهلي او مكسب النادي الاهلي، ان احنا بنلعب على بطوله، عاوزين نعمل نحفر تاريخ لنفسينا او نعمل انجازات لنفسينا وللنادي بتاعنا. انا مش عاوز اقول يا استاذ احمد، انا لما بقول انا عملت، انا ما بقولش انا عملت، انا ساهمت مع زمايلي في تحقيق انجازات للنادي الاهلي. مش محمود ابو الدهب اللي عمل بس، او الكابتن خطيب عمل لوحده بس، او اي نجم في النادي الاهلي مش عمل لوحده. لو مش مع الجماعه وروح الجماعه عمره ما هيقدر يعمل لوحده. صحيح، يمكن ودي حاجه من الحاجات اللي بتميز الفانيلا الحمراء بالذات. انا في مره، انا جيت في مره، يمكن مره بتكلم مع كابتن احمد شوبير بامانه في قناه، يمكن في وقت من الاوقات بقول له انا جبت مثلا، يقول لي لا انت ما تقولش انت جبت، قول انا ساهمت. فدي تعلمتها في النادي الاهلي، ودي حقيقه ان انا ساهمت مع زمايلي ان احنا احرزت بطولات للنادي الاهلي، وتاريخ بتعمل لك تاريخ الحمد لله لحد النهارده الناس بتفتكره وبتتذكره. انت من زمان شويت يا كابتن محمود؟ من مولود بيها. مولود بيها، رجلك تقيله كده. طبعا موهبه من عند ربنا، من عند ربنا، من عند ربنا مولود بيها وانا صغير. في حد مدرب من المدربين اللي اشتغلت معاهم سواء في الاهلي او غير الاهلي يعني اشتغل معاك على الجزئيه دي او حاول يطور منها او قال لك ازاي ممكن تزود الحته دي عند كابتن محمود؟ لا، كان في مستر هولمان، راينر هولمان الالماني طبعا، ومستر هاريس كان. هم على فكره كان بعد التمرين بناخد جزء اضافي كده بعد التمرين، واحنا نفسينا كنا بنطور من نفسنا. ابعت كره جبتها منين تقريبا؟ يعني كان في مباراه تنزانيا مع منتخب مصر. مصر مع الكابتن محسن صالح. وعلى فكره الكابتن محسن صالح برضو من الناس اللي طورت من ادائي في الشوط بشكل كبير جدا. يعني ممكن انا كان يعني مستر هولمان ده قعد معايا مره قال لي يا محمود لو احنا بنلعب فرقه بتدافع اكيد لو جالنا فاول هتخلص. فيمكن وقد كان في ماتشات كتير الحمد لله خلصت بالفاولات يعني. طيب خليني اكلمك شويه عن تيرول. والنقله من الاهلي لتيرول كانت بالنسبه لك نقله ازاي، وازاي شفت الكوره في النمسا والفرق بينها وبين الكوره في يعني مصر هنا؟ عايز اقول لك على حاجه، اي دوري تيرول من الفرق اللي كان بتنافس بس هما كان في الفتره دي بيعملوا احلال وتجديد. وعلى فكره يمكن انا تاني رابيد فيينا هو النادي اللي زي الاهلي هناك. لا كان في فيلم في نادي اسمه شتورم جراتس، وده اللي كان احترف فيه الله يرحمه كابتن صالح سليم. وعلى فكره ويمكن انا ما وافقتش على الاحتراف الا لما قعدت مع كابتن صالح سليم ساعتها واقنعني، قال لي يا محمود ما فيش حاجه في اوروبا، دوري ضعيف ودوري قليل، لا الدوري في النمسا قوي وهتبقى متشاف من خلاله ان انت ممكن تحترف في حته تانية. لكن انا في البدايه كنت متاخد شويه، لكن الحمد لله قدرت ان انا اتاقلم بشكل كبير جدا. وعلى فكره هم كانوا مبسوطين بيا جدا كتير جدا، لكن برضو ما كنتش
يعني كنت عاوز حاجه احسن او شايف ان انا العب في نادي احسن. اه طبعا.